طب خليني اخد دينا. الو، اهلا يا دينا، ازاي؟ مساء الخير يا استاذه دعاء. مساء النور، اهلا ازي وسهلا. حضرتك يا فضيله الشيخ؟ اهلا وسهلا، اهلا انا وسهلا. بحب حضرتك جدا جدا، الله وفضيله يكرمك، الشيخ ربنا يبارك لي يا رب. شكرا وحلقات اللي هي تربيه الابناء دي بجد تدرس، يعني انا بخلي طب ولادي الحمد قاعدين يسمعوا الحلقه معايا وبيستفادوا جدا بصراحه. طب الحمد فانا لله. ربنا يخليك يا رب. انا بس كان عندي 3 اسئله سريعا، هو سؤال بخصوص الحلقه وسؤالين تانيين اتفضلي. بخصوص الحلقه بمناسبه تربيه الابناء. طب انا لو ابني مجبر ان في صديق، هو مش صديق سوء، لو طالب سوء معاهم في الدرس، في المدرسه، في الشارع، جارهم، وهو مضطر ساعات بيحتك بيه مثلا، فانا في الظروف اللي زي دي انا مثلا والده بيقول له لا انت احتك، يعني لو ضربك اضربه، لو عمل لك حاجه المفروض ما تعودش ابني على الجبن او الخوف، لا ما تخافش منه وواجهه. انا كقلب الام بقول له لا يا حبيبي، هو مش جبن ولا حاجه، بس انا ببقى عارف اللي قدامي ده هيأذيني قد ايه، فهو مش زيي ومش من طبعي، فممكن يأذيه فعلا، فبخليه يتجنبه. فهل انا اللي صح ولا والده اللي صح ان هو يواجه الشخص السيء ده دي حتى لو هو مشكلة مجبر ان هو المشاكل، يقابله؟ يعني تمام. اضربك اضربه ولا ايوه، ولا ولا لا؟ خليك بقى بجنب بقى مع نفسك كده واجتنبه. ده اول سؤال بخصوص الموضوع ده، لانه عامل لي ازمه جامده جدا، لانه بيواجه ناس كتير قوي في ابنك الشارع. عنده كام سنة؟ 12 سنه. بدأنا بقى في السن بتاع ويعني العيلة انا حضرتك بقى المؤذية. الفاظ وحاجات، يعني هو ابني مش كده خالص. طب بيقول يا ماما طب انا اواجهه ولا اتجنبه عشان ما يأذينيش؟ فانا مش عارفه. تاني سؤال حضرتك، هل المتوفي فعلا، انا سمعت كده من شيخ ان بيحس بابنائه باحوال ابنائه وبيفتخر بيهم وسط المتوفيين، هل مثلا لو ابنه بيصلي وكويس بيبقى فرحان، لو ابنه عنده مشكله او كده بيبقى زعلان وممكن يجيله في الحلم، هل ده صح ولا لا؟ طيب. ثالث سؤال اخيرا، في بس حاجتين انا مستغرباهم ومش عارفه افهمهم. مقوله قصدي اللي هو الحديث بتاع من راى منكم منكرا فليغيره، وفي حديث تاني اللي هو حسن اسلام المرء المرء ترك تركه ما فيه لا نيه. يعني. يعني انا عايزه اقول لحضرتك السوشيال ميديا وفي الشارع وفي كل حاجه بقينا دلوقتي بنحاسب بعض. في فريق يقول لك انا لازم لو شفت حاجه غلط انا اوقف ده فلان اقول له لا، لو بنت مثلا لابسه مش عارفه ايه انت واجبك تقولي لها كذا، تعملي لها كذا، تكلميها، حلو تنصحيها. قوي. احنا فانت بتسالي هل في تعارض بين الحديثين وبعض؟ هل المفروض الفريق دوت يعني قال انا لو في حاجه شفتها غلط اتكلم، ولا اخد بالي من نفسي بس وماليش دعوه بحاجه حلو وابقى مع السؤال. نفسي؟ شكرا ليك يا دينا، ميرسي قوي على المداخله الحلوه دي، والسؤالين فعلا حلوين. طيب اللي يضربك اضربه دلوقتي، انا دلوقتي اقول للعيال ايه؟ اللي يضربك اضربه لا، في ولا فرق ما بين ان انا ابني عند ابني ان ما يبقاش خايف، بس ان ما يبقاش هو خايف من الخصم اللي قصاده. يعني انا بقول له ان القوه مش الرد، ان هو ضربني فانا اقوم ضربه، لا مش هي دي القوه. القوه ان انا ما بقاش من داخلي خايف، وان انا لما احب ادافع عن نفسي او ارد عن نفسي انا قادر على الدفاع، بس كده اقدر اوقفه عند حده، مش يضربني فاضربه، لا ممكن احذره، طب ما استجابش ادافع عن نفسي. بس يبقى انا اعلم ابني ازاي ان هو يدافع عن نفسه، وازاي ان يبقى ما يخافش، ان ما يبقاش خايف. شوف هي بتقول في كلامها جمله مش صح من ابنها، بيقول لها يا ماما، لان هو احتار بين الاب والام، يا ماما دلوقتي اضربه ولا بلاش عشان ما ياذينيش؟ اهي الجمله دي اللي بتعبر عن ان نفسيه الولد خايف، وصل لمرحله الخوف من صاحبه. لا انا مش عايز لا، كده، هي خايفه ان هو ياذيه، اهي هو اللي بيقولها، ما الولد بيقولها في وهي الكلام هي خايفه وصلت ان هي ياذيه. انه العيل بقى شبيحه. لا، هو ده بقى، ده نقطة الضعف اللي احنا بنضعف بيها اولادنا. احنا بننزلهم فيها لتحت، بنضعفه. لما نلاقي ولد كويس احنا كده بنضعفه. لا، انا اقول له لا، انت تدافع عن نفسك بالصورة اللي انت شايفها دفاع عن نفسك، لكن لا تعتدي. يعني انا ما ما هو ابدأش لا تعتدي، فعشان كده الرجالة كل الابهات يقول لك اللي يضربك اضربه. لا، ده اعتداء، ده اعتداء. ما بقى هو اللي يضربك دي البداية، اضربك ماشي حلو، اللي يضربك اضربك اضربه، الاول يعني هو اللي يضربك هو اللي بدأ. لا، هو اللي دافع بدأ. الاول، دافع عن نفسك. ايوه دافع، يعني احمي هيدافع نفسك، عن نفسه ازاي؟ احمي نفسك ايوه ان تمنعه من ان يضربك. لا، في طريقتين. هو هقول لك على حاجه، خليني اقول لك بلغه العيال الصغيرين الاطفال. هو دلوقتي انا عندي 12 سنه وهو عنده 12 او 14، هو جه راح ضربني بالبوكس مثلا، فانا بعمل ايه؟ خلاص هو ضربني ايه وبتاع، واروح ماشي، وبعدين اخليه على غفله واروح ضربه تاني. هنا ده اسمه اعتداء. انما اللي يضربك دافع عن نفسك، يعني اقف ساعتها. اقف في ساعتها، رد عليه في لحظتها ان لا مش هينفع، ما تسمحلوش انه ما يضرب، تسمحلوش انه يضربك. الاول امنعه وصده انه يضربك. طب اصر انه يضربك، لا طب انت خلاص خد حقك في وقته. انما ما تجيش بعد شويه وتدور له على وقت ضعف وتضربه فيها.
او تجيب اللي بيرقدوا لبعض ويروح يجيب بالزبط. صحابه ويستنوه تحت خليها فعلا في الوقت ده جيب اصحابك يبقى انت ضعيف انت تعرضت لموقف اعتداء دافع عن نفسك دافع عن نفسك يعني امنع الاذى عن نفسك طب ما قدرتش محتاج انك لازم تزيه عشان يسكت خلاص اضربه خلاص كده انما ما تروحش تقول اجيب اصحابي او شريتي واضربه لا دي بقى ده الخطأ انا اعلم ابني ان يبقى هو ازاي لما يدخل لوحده يسد بنفسه